تقرير جديد لوكالة أسوشيتد بريس يكشف عن استمرار نهب الحوثيين للمساعدات الدولية. يقامر الحوثيون بموت الناس جوعاً وبحرمانهم من الغذاء إذا لم تستجب الأمم المتحدة لشروطهم وتمنحهم السيطرة على المساعدات الإنسانية وإدارتها عبر مؤسساتهم. أهلا بكم. تتعمد ميليشيا الحوثي الوقوف بوجه ضغوط الأمم المتحدة حيث تصر على جعل شبح الموت جوعا ومرضا يهدد حياة الناس، وهو أسلوب تمارس ميليشيا الحوثي لتبتز منظمات الإغاثة، وعليها أن ترضخ وإلا فإن الميليشيا ستعطل وصول المساعدات في مناطق تعيش تحت خط الفقر. المنظمات الإغاثية ترضخ لمطالبهم، يقول أحد المسؤولين لا يمكنهم استخدام الناس كرهائن لفترة طويلة. مسؤول الميليشيا عبد المحسن طاووس الأمين العام للمجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية والعلاقات الدولية التابع لميليشيا الحوثي يقول إن اليمن سيظل على قيد الحياة إذا أوقفت الوكالات مساعداتها. لا يشعر الحوثيون بجوع الناس، لهذا يقفون بصلابة أمام المساعدات الإغاثية إما عن طريقهم أو لا مساعدات. لم يعد الناس وقودا في معارك ميليشيا، بل وأصبح قوتهم مصدرا للإتجار حتى على حساب حياتهم. نازح من حرض للحديدة، من الحديدة لنا، ولحد الآن لشهر ولا أحد صرف لي شيء ولا أحد استقبلنا. يسرقون الخبز من أفواه الجياع في بلد مزقته الحرب. تسعى ميليشيا الحوثي لفرض قانونها الخاص على المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها. أحدث تقرير صادر عن وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية يؤكد ذلك ويجدد الاتهامات لميليشيا الحوثي بسرقة المساعدات وإعاقة تنفيذ المشاريع الإنسانية بحسب وثائق مسربة من الوكالات الأممية في صنعاء. ليس هذا فحسب، بل تواصل الميليشيا مساعيها لإجبار الأمم المتحدة على منحها سيطرة أكبر على المساعدات الإنسانية. تقول وكالة الإغاثة إنها رفضت شروط الحوثيين لأنها ستعطيهم نفوذا أكبر على من يتلقى المساعدات كما تظهر الوثائق والمقابلات. مسؤول في الأمم المتحدة قال إن عرقلة الميليشيا عطلت العديد من البرامج الإنسانية التي تمد السكان بالمساعدات وتساعدهم على البقاء في ظل الحرب المستمرة منذ قرابة 6 سنوات. الوثائق التي نشرتها وكالة أسوشيتد بريس تؤكد أيضاً رفض الحوثيين الجهود الأممية لفرض رقابة على حوالي 370 مليون دولار سنوياً تقدمها وكالات الإغاثة لمؤسسات حكومية يديرها الحوثيون أو منظمات تابعة لهم. رغم إصرار الوكالة والمانحين الدوليين على مواقفهم لرفض مطالب الميليشيا، إلا أن التزام الأمم المتحدة الصمت طوال هذه المدة يثير العديد من التساؤلات. كانت وكالة الإغاثة والجهات المانحة في وقت سابق قد هددت بخفض المساعدات إذا واصل الحوثيون فرض قيود على عمليات الأمم المتحدة في اليمن. منذ سنوات تحول الميليشيا أموال المساعدات والإمدادات الإنسانية لحساباتها الخاصة لدعم ما تسميه المجهود الحربي، فيما تتعمد منع توزيع الأغذية على المستفيدين منها 2000 طن لمديريات أسلم بحجة، حيث يتضور الناس جوعا ويأكلون أوراق الشجر. وبحسب مسؤول أممي فحين جاءت الموافقة كانت المساعدات قد أتلفت. وهكذا وبعد 5 سنوات من الحرب لم يعد اليمنيون وقودا في معارك الميليشيا، بل وأصبح قوتهم مصدرا للإتجار حتى على حساب حياتهم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وفي هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ جمال بلفقي منسق اللجنة العليا للإغاثة ومستشار وزير الإدارة المحلية لشؤون الإغاثة عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ جمال. مساء النور. أهلا بك أستاذ جمال. تقرير وكالة أسوشيتد بريس يسلط الضوء على نهب الحوثيين للمساعدات الإغاثية التي تقدمها المنظمات، كيف تابعت ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم ونحيي مشاهدينا الكرام ونحيي ضيفك الكريم. الحقيقة التقارير المتحدة في الفترات الأخيرة هي طبعا ليست جديدة علينا ولن تكون جديدة،
ومن خلال التقارير هي استمرار انتهاكات الحوثي بالمساعدات الإنسانية. طبعا اللجنة العليا للإغاثة عبر رئيس اللجنة الإغاثة عبد الرغيف فتح خلال الستة شهور الأولى من اندلاع الحرب قدم تقرير متكامل موثق بما تم انتهاكات في العمل الإنساني والإغاثي من قبل الحوثيين، وسلم لستيفن أوبراين وكيل المساعد للشؤون الإنسانية آنذاك السابق، وكذلك سلم كذلك التقرير لمارك لوك الذي هو الآن الحالي، وقدم للمنسقين الإقليميين السيد جيمي والسيدة ليدا جرانزي اللي هي المنسقة الحالية القطرية في اليمن. الواقع أن الانتهاكات الحوثية المستمرة هذه أنا أعتقد أنه استمرارها هي بسبب الصمت الدولي لعدم المعالجات الحقيقية في إعادة تسيير العمل الإنساني والإغاثي ومحاسبة المتسبب في إعادة وصول الإغاثة للمحتاجين، وخاصة في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي والمحاصرين في أماكن كثيرة. قبعة الأمم المتحدة في هذه الحالات يجب أن تأخذ إجراءات حقيقية، وطبعا ومن خلال ما قدمته اللجنة العليا للإغاثة وما قدمته كذلك اللي هي التقارير الأموية، وكذلك حاطت برنامج غذاء العالمي. ألو، نعم تفضل. حاطت برنامج غذاء العالمي، تم اجتماع الأسبوع الماضي يوم الجمعة في بروكسل الاتحاد الأوروبي لتدارس هذا الوضع. الحقيقة هل كنا أتمنى من قرارات التي تتم أنها ليس تخفيض العمل الإنساني والإغاثي، والذي هي تقريبا برنامج غذاء العالمي الذي ممكن سوف يخفض المعونات داخل اليمن في المناطق المحاصرة، والذي سيسيد معاناة أكبر للمواطن وستعيد كارثة كبيرة. هل هذا هو الحل الذي وجدته المنظمات؟ هل هذا هو الحل أن تخفض من المساعدات؟ طبعا نحن نحمل مسؤولية الحوثي بما تم، وكذلك نحن نتمنى في قرار أموي أن يصدر قرار أموي لمحاسبة المعرقل في عمل إنساني والإغاثي. ونحن عندما نطالب في عملية نقل المكاتب المنظمات الدولية إلى المحافظات المحررة ليس بسبب إن السبب الأساسي لكي يكون ترتيب العمل الإنساني والإغاثي وتسيير العمل الإغاثي في جميع المناطق اليمنية بالتنسيق مع الحكومة الشرعية لإيصال لجميع المساعدات لكل المستحقين. كيف ستستطيعون إيصالها أستاذ جمال إذا كان الحوثي يقف أمام منظمات دولية ليأخذ نصيبه من الأموال أو من هذه الإغاثة المقدمة؟ كيف ستتمكنون من التغلب على سيطرة الحوثي؟ نحن في الفترات الماضية من بداية الحرب تغلبنا من كثير من التحديات لإيصال المساعدات لمحافظة تعز، يعني عن طريق الشركاء اللجنة الإغاثة وعن طريق وصلت الإغاثة في محافظة تعز عن طريق الجمال وعن طريق الإنزال الطيران وعن طريق الشركاء المحليين لإشراف كثير من الإغاثة من داخل المناطق التي تحت سيطرتهم. كذلك عندما وصلنا نحن عن طريق كثير من شركاء المنظمات الدولية هي حالية لوصول للإغاثة في كثير من المناطق. نحن قدرنا نوصل في منطقة حجة عن طريق ميدي، قدرنا نوصل في المحويات عن طريق كثير من المنظمات الدولية، والآن نحن عندما نتحدث على يعني تغيير مسار العمل الإنساني والإغاثي، هو طبعا رئيس اللجنة العليا للإغاثة بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء بأن تعتمد حوالي 5 مراكز إغاثية، وفتح حوالي 22 منفذ بري وبحري من ضمنهم منفذ جيزان للعمل الإنساني والإغاثي، وتعليمات واضحة من فخامة الرئيس عبد الرؤوف لتسهيل العمل الإنساني والإغاثي لجميع المنظمات. ومن خلاله طبعا حددت حوالي 6 هكتار متر مربع لبرنامج غذاء العالمي لبناء مستودعات كبيرة إلى جانب المستودعات التي أعطيت له خلال الفترة الماضية، التي تم إدخال الإغاثة إلى داخل ميناء عدن توصل حوالي 500 ألف طن سنويا، وتم إيصالها لكثير من المناطق التي تحت سيطرة الحوثي التي هي عبر شركائهم. طبعا نتمنى
خلال تقرير الأمم المتحدة أن تتم معالجات حقيقية، وكذلك أنه ينوه بما تقدمه الحكومة الشرعية من عملية تسهيل العمل الإنساني الغاثي وتوفير العمليات وتوفير الجو المناسب لشركاء المنظمات الدولية لتقوم بعملها في المناطق المحررة لإيصال المساعدات للمناطق التي نعم. ما هو تصوركم الذي تقدمتم به؟ ما الذي تريدونه من هذه المنظمات؟ نتمنى من هذه المنظمات أن تكون التنسيق مباشر مع اللجنة العليا للإغاثة لمساعدتهم لإيصال المساعدات عبر شركائهم هم أو أنت عبر شركاء اللجنة العليا للإغاثة للوصول للجميع المواطنين الموجودين تحت سيطرتهم. وجود طبعا القرارات التي تحصل ليست القرار الذي هو جوع الشعب اليمني، والذي هم دائما يتحدثوا عن تقارير أسوأ كارثة إنسانية توجد في اليمن، وأن المجاعات المليارات التي تتدفق إلى الشعب اليمني من خلال المانحين اللي يشكرون على ذلك تكفي من رفع المعاناة على الشعب اليمني. لكن سكوت كثير من المنظمات عن ما يتم سرقة الإغاثة وعن تم والتماهي في كثير من الأماكن مع ما يقوم به الحوثيين وكذلك تنفيذ ما يريدونه، هذا جعل الحوثيين يتمادوا في عملهم ويتمادوا في 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 استخدام الورقة الإنسانية للضغط على المنظمات الدولية أن تستمر الحرب بالطريقة التي هم يريدونها ويستفيدون من الإغاثات التي توصل إليهم. وإنما كان باستطاعتهم برنامج غذاء العالمي في خلال الفترة الماضية الذي عمل إحاطة للمجلس الأمن بسرقة سرقة الغذاء من أفواه الجياع، هذه طبعا للتمويه، هذه جعل الحوثي أنه يحرق صوامع الغلال وأن يقوم بالضغط بشكل كبير إلى أن أعاد البرنامج غذاء العالمي من جديد إليهم بحسب شروطهم. وهذه العملية لا يتم إلا إذا تم نقل برنامج غذاء العالمي بكل طاقمه وكل يعني رئيس برنامج غذاء العالمي وكذلك كذلك طاقم العمل إلى المحافظات المحررة، وضع كذلك مخازن استراتيجية في عدة مناطق اللي هي اللي حددت يعني بخمس مراكز إغاثية. أنا أعتقد أنه ممكن بالرقابة وتنسيق مع اللجنة الإغاثة وكذلك كشف حساب، يعني أنت خلال الفترات الماضية الآن طبعا عندما في في بروكسل اجتماع بروكسل الذي حدد بتخفيض العمل الإنساني الغاثي، هذا بيجعل المانحين بتنقيص الأموال التي توصل لليمن وبالتالي ستصل المضيعة بشكل أكبر لليمنيين وكذلك في المناطق التي تحت محاصرتهم. نحن في المناطق المحررة لولا التحالف العربي وأذرعه الإنسانية للوصول إلى كثير من المناطق المحررة لوجدت الحالات أنها لا توصل أن 20% من المنظمة الدولية للمناطق المحررة، بقى 80% تروح عن طريق ميناء الحديدة للحوثيين والذي هم في خلالهم تتم عملية نهبها وعملية قرصنتها. ونحن دائما نعمل تقارير باستمرة عن طريق رئيس اللجنة العليا للإغاثة لجميع في المحافل الدولية، وحتى آخر مرة التقرير الذي رفعته لجنة الخبرة لمجلس الأمن قدم رئيس اللجنة العليا للإغاثة تقرير مفصل عن جميع الانتهاكات التي تمت من 5 سنوات ليس من اليوم. فنحن نطالب الآن نحن أن يكون في معاليات حقيقية ويكون في قرارات تحمل الحوثيين مسؤولية ما يتم من تجييع الشعب اليمني. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا عبر سكايب الباحث في المجال الاقتصادي عبد الواحد العوبلي من كوالالمبور. مساء الخير أستاذ عبد الواحد. مساء الخير أستاذ آسيا. أهلا بك أستاذ عبد الواحد. كيف تقرأ ما ورد في تقرير أسوشيتد بريس والذي تحدث عن نهب الحوثيين للمساعدات الدولية، وربما كان هناك تقارير دولية سابقة لنفس الموضوع؟ أتصور أن هذا الموضوع يتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها. هذه المنظمات من البداية ومن أكثر من 5 سنوات هي ما تتعاون وتتماهى مع الحوثي، وهي ما توافق على كل شروطه بأريحية وطيب خاطر. من 5 سنوات وهذه المنظمات تعمل في مناطق الحوثي ولم نجدها تشتكي منه، لا نسمع عن مشاكل إلا عبر تقارير صحفية هنا وهناك تصدر ربما لغرض معين في وقت معين. هذه المنظمات هي من ترفض الانتقال للعمل في مناطق الشرعية، برغم أنه أنا أتصور أنه هذا التقارير اللي بتظهر بداية السنة أو قرب نهاية أي سنة هي
قد تكون فقط لأغراض التصفية وإعداد الحسابات الختامية وتغطية أي عجز أو أي مخالفة بحجة الحوثي وبحجة المشاكل اللي بيعملها في سبيل عرقلة وصول المساعدات أو نهبها أو نهب مبالغ أو اقتطاعها وما إلى ذلك. لكن الأمم المتحدة ومؤسساتها هي المسؤول الأول، وهي من سمحت للحوثي للقيام بكل هذه الأشياء. يعني إحنا تجد أن بنجد مثلا المنظمات، الأمم المتحدة أعطت للحوثي سيارات تحت مسمى مشروع. نعم، هل تجد أن هذه المنظمات هي تفضلي. مشاركة في الفساد الذي يقوم به الحوثي في مجال الإغاثة؟ نعم، المنظمة تشارك، وخصوصا أنها مثلا عندما أعلنت أن هناك 380 مليون دولار لا يتم تصفيتها من قبل المنظمات التابعة للحوثي. طيب احنا بنتكلم عن 8 مليار ونص حسب تقرير أسوشيتد بريس استلمتها منظمات الأمم المتحدة فقط. لا، احنا في معانا تقريبا مبلغ مشابه او مساوي ليصبح في المجمل حوالي 15 مليار دولار استلمتها منظمة دولية بحجة او تحت مسمى خطة الاستجابة. هذه المليارات كلها لا يعرف مصيرها، هم بيشغلوا الرأي العام بمشاكل صغيرة بينما الكم الأكبر والمشكلة الكبرى لا يتم التطرق لها. ومن البداية منظمة المتحدة والمنظمة الدولية يرفضوا التعامل بشفافية، ويرفضوا التعامل مع مؤسسات الحكومة الشرعية، ويرفضوا الخضوع للمساءلة، ويرفضوا نشر التقارير المالية برغم أنه حصلت حملة وين الفلوس نعم، المساءلة المجتمعية، وظلت طوال سنة كاملة تطالب هذه المنظمات بنشر التقارير المالية والتعامل بشفافية وإخبار الناس أين وكيف ومتى يتم صرف هذه المبالغ التي تصل باسم الشعب اليمني ولمساعدة الشعب اليمني، بينما هي في النهاية ليست من الواضح أنها ليست إلا لتعليف ودعم الحوثي ماديا ولوجستيا. يعني فقط كمثال، يعني احنا نجد أن الأمم المتحدة أعطت سيارات تحت مسمى مشروع نزع الألغام، وهي تعرف أن الحوثي هو من يقوم بزرع الألغام، وأعطته قبل فترة بسيطة ربما تعدى أيام سيارة إسعاف، وهي تعرف أنه هو من يقصف المدنيين ويقتلهم ويفجر بيوتهم، وأن هذه السيارات بكل بساطة ستتحول إلى أطقم عسكرية لاستخدامها في حربها العبثية. نعم، وكأن المطلوب من الأمم المتحدة هو تقديم الدعم المادي واللوجستي له عبر هذه المنظمات التي تلعب دور المحلل لتوصيل المليارات من أموال المساعدات إلى الميليشيا. وفي الجانب نعم، الآخر ترفض المنظمات الأممية زي ما ذكر الأستاذ بحج التعاون مع حكومة الشرعية على الأقل بتوريد مبالغ هذه المساعدات والمصارفة عبر البنك المركزي مثلا لدعم تقديم بعض الدعم للريال اليمني ووقف تدهوره أمام بقية العملات. نعم، إذن اسمح لي أن أعود للأستاذ جمال بلفقيه حول هذا الأمر. يجد الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي بأن هذه المنظمات تعد شريكة في الفساد الذي يقوم به الحوثي في مسألة الإغاثة وتقديم المعونات للناس، ما رأيك أستاذ جمال؟ عيد السؤال، عيد السؤال. نعم، أعيد السؤال. نعم، إذا أستاذ أيوه جمال، يعني يجد ضيفنا الآخر عبر سكايب الأستاذ عبد الواحد بأن هذه المنظمات الدولية هي شريكة في الفساد مع الحوثي، إذ غضت الطرف خلال 5 سنوات عما يقوم به الحوثي من عمليات ابتزاز وفساد. طبعا بالواقع ان ليس المنظمات، في كثير من المنظمات اللي هي تتمهل مع الحوثي في عمليه فسادها، لكن في منظمات اخرى. طبعا برنامج غذاء العالمي، يعني طبعا احنا رئيس البرنامج غذاء العالمي طبعا حنشكره ونشكر شجاعته، الذي هو في اول ما فضح الحوثيين في عمليه الانتهاك وعمليه سرقه العمل الاغاثه من افواه الجياع.
الواقع أن كثير من النظمات هي بوجودها تحت سيطرة الحوثي كرهائن وكطبعا تحت الإقامة الجبرية لا يستطيعون تقديم أي شيء إنما بما تريده الحوثيين. طبعا عند تقارير نحن باستمرار نحن كنا نحذر من سابق بعملية أن كانت التقارير حتى تطلع من خلال ما تقدمه الحوثيين أو بعض الموالين لهم للمنظمات الدولية، وعلى أساس تتم التقارير. يعني عندما نحن نسأل، يعني نحن الآن التقارير عن الوكالة الأمريكية عندما قدمت التقرير هذا كنا نريد أن تقدم التقرير هذا وكذلك تشيد بما تقدمه الحكومة الشرعية بعملية تسهيل العمل الإنساني والإغاثي. طبعا الحوثيين هم طبعا بلا شك هم يحاولوا قدر المستطاع أنهم يستفيدون من الورقة الإنسانية لأمد الحرب، وكذلك يستفيدوا منها لعملية للأموال. نحن طبعا في خلال خطة استجابة 2019 كان دولة الجزيرة واضح في عملية طبعا حشد الأموال كلها تأتي عن طريق الحكومة الشرعية، وطلب من خلال في خطة استجابة أن تكون الأموال تتدفق داخل البنك المركزي لمساعدة الاقتصاد اليمني وكذلك دعم العملة، لكن في الحقيقة لم توصل للحد الآن. وساعدت الحوثيين في وجود الأموال عندهم في داخل صنعاء، هي ساعدتهم في عملية الاستفادة من فرق الصرف والاستفادة كذلك باللعب العملة. إلى جانب هذا كله، يعني في عندما بدأت التحالف العربي والشرعيه لدخول الحديده لا يكون في حوالي 3 كيلومتر لعمليه السيطره على الحديده بشكل عام، استخدمت الحوثيين الورقه الانسانيه، وعلى اساسها تم استوكهولم الذي هو كان من خلاله يعني ورقه العمل الانساني، ولكن للاسف الشديد هي نفس الورقه استخدمتها بحرق صوام الغلال وحرمان المواطنين من اصول الاغاثه اليهم، وحرمت حوالي 7 مليون شخص لأصول الغاثة، كذلك منعتهم حتى فريق البرنامج العامل للأصول إلى الصوامع إلى أن تمت أتلافها فيما بعد. الواقع هي السكوت المستمر من المجتمع الدولي كذلك من المنظمات الدولية جعل الحوثيين اعتمادوا في عملية الاستمرارية. وطبعا هي عندما تقول في الوكالة الأمريكية عندما قدمت التقرير وهي كشفت، فمعنات العملية إنها كأن العملية جديدة، وهي ليست العملية جديدة. يعني العملية هي كذا من 5 سنوات نحن كنا متنبهينها وكنا دائما يعني نحاول 5 سنوات أستاذ جمال، وأنتم تعلمون أن الحوثيين يقومون بهذه السرقات وبهذا الضغط على منظمات المجتمع الدولي، والآن التقارير بدأت تتحدث بوضوح عما يحدث، وبعض المنظمات العاملة أيضا تحدثت. ما هو الإجراء الذي عليكم أن تقوموا به؟ طبعا احنا الاجراء اللي احنا نفترض نحن اول ان تروح المعالجه الحقيقيه في عمليه الايصال المساعده للناس المحاصره. طبعا قرار دولي يتم ان يكون في دوار دولي يلزم الحوثيين انه يسمحوا للمنظمات الدوليه للدخول الى المناطق المحاصره لايصال المساعدات او نقل مكاتبهم الى المناطق المحرره، لنحن نستحمل مسؤوليتها لايصال المساعدات لجميع المناطق المحرره بالجلوس مع المنظمات الدوليه، ونعمل معالجات كثيره، ليس معالجات سواء كان ايصال المساعدات سواء كذلك في عمليه الضغط بشكل كبير. وانا متاكد عندما تبدا المنظمات تنتقل الى المحافظات المحررة أن كثير من الأمور ستتغير في صنعاء. نعم، إذا اسمح لنا نعود للأستاذ عبد الواحد. أستاذ عبد الواحد، يعني ما الذي يعنيه امتهان المحتاجين إلى هذا الحد من قبل الحوثيين، حيث تتلف بعض الأغذية وهي تنتظر السماح من الحوثيين بدخولها؟ وربما أنت تابعت ما ذكر في التقرير، كيف أتلف كميات مهولة من القمح بسبب انتظار موافقة الحوثيين؟ الموضوع إتلاف كميات من القمح ليست هي الحادثة الوحيدة. أنا نشرت قبل يوم أمس بالمشاركة مع أحد الزملاء حادثة مشابهة لواحدة من مؤسسات الأمم المتحدة قدمت مساعدات على شكل مواشي، هذه المواشي وصلت للمستفيدين وهي نافقة وماتت في نفس اليوم أو بعد أيام بسيطة بسبب أنها مريضة وغير صالحة غير قادرة على الاستمرار.
فهذه أمثلة بسيطة من أمثلة كثيرة جدا، ولا يمر يوم إلا ونكتشف مخالفة واختلاس وتجاوزات هنا وهناك، وكل هذا بيمر دون أي محاسبة ودون أي عقاب للمتسببين والأشخاص اللي ساهموا وسهلوا لهذه الأشياء أو لهذه المخالفات أن تحصل. في تواطؤ كبير من داخل منظمات المجتمع، المنظمات الدولية بما فيها منظمات الأمم المتحدة، وكذلك حتى من بداية الحرب زي ما ذكر الأستاذ بحاج، المجتمع الدولي نفسه يعني وكأنه يقف بجانب الميليشيا ويتغاضى عن كل انتهاكات هذا الشعب لماذا؟ لماذا اليمني، أستاذ عبد الواحد؟ لماذا ورغم أنه يتصرف مثلا المجتمع يعني في حملة الدولي؟ بين الفلوس نعم، لماذا تخاطبت يتصرف؟ مع كثير من مؤسسات المجتمع. لماذا يتصرف المجتمع الدولي مع الحوثيين بهذا الشكل؟ يعلم أنه يقوم بسرقة المعونات الإغاثية ويطلب نسب لا تقل عن 2% من مبالغ كبيرة، ويريد أن يكون شريك، ويطالب بعض المنظمات بدفع رواتب ودفع إيجارات وتأسيس مكاتب، ويعني على قلبهم زي العسل كما يقال، يعني تدمروا بعد 5 سنوات. هو زي ما ذكرت لك، وكأن المجتمع الدولي بيستخدم بند أو عذر المساعدة هذه لإيصال الدعم والأموال للميليشيا، وكأنه هذه هي مهمة المجتمع الدولي، وكأنه موضوع المساعدات هذا برمته ما تعمل إلا لدعم الميليشيا وإسنادها لوجستيا وماديا. فيعني لانه مهما حاولوا انهم يعلنوا في مؤتمراتهم وفي لا مقرراتهم او لنقول تقاريرهم الصحفيه انهم بيدعموا الشعب اليمني او مسؤولين عن معاناه الشعب اليمني، لكن اللي بيحصل انه هم واقفين بجانب الميليشيا ويتغاضوا عن كل انتهاكاتها ضد اليمنيين. صحيح. إذن زي ما اسمح لي كنت فقط، اشي اقول لك انه حملة وين الفلوس تخاطبت مع كثير من مؤسسات المجتمع المدني بما فيها المانحين واصحاب القرار بضرورة عمل حد للفساد هذا ومن سنوات، والعمل على توصيل مساعدات للمحتاجين الحقيقيين، لكن المانحين تعاملوا بشكل سلبي جدا ولم يقوموا بأي شيء في باتجاه تفعيل الرقابة والمساءلة ومحاسبة كل المتسببين في كل هذه المخالفات. ومن لا الجانب الآخر إذن نجد أن الحكومة الشرعية تقف موقف العاجز بسبب فسادها وبسبب ضعفها وانعدام الرؤية من قبل نعم كل من أمسك سأعود إليك ملف أستاذ المساعدة عبد المقدم الواحد، لليمن ولكن والمقدرة بمليارات تتجاوز في اسمح قيمتها لي حتى فقط أن ميزات أذهب الحكومة اليمنية. للأستاذ جمال بسؤال. أستاذ جمال، يعني مسؤول المساعدات الإنسانية لدى الحوثيين يتحدث بكل بساطة بأن الشعب اليمني لن يموت إذا ما توقفت هذه المساعدات الإنسانية. ما هو دور اللجنة العليا للإغاثة في كشف كل التلاعب الذي يقوم به الحوثيون وإيضاح للرأي العام وللمجتمع الدولي مدى لا مبالاة الحوثيين تجاه اليمنيين؟ طبعا الشعب اليمني بشكل عام هو طبعا عندما تخفف عليه المساعدات وطبعا هي تمنع اليه المساعدات، هي واضح عملية التقارير الذي والتقارير هي لا تكذب في عملية المجاعة اللي حصلت في كثير من المناطق تحت سيطرة الحوثي، ونحن نحاول نسعى عن طريق بعض الجهات المعنية لكن بشكل ليس بالشكل المرضي للوصول إلى أهالي والأشخاص. نحن عندما نتكلم نحمل مسؤولية الحوثي ونحمل مسؤولية، يعني نتمنى أن يقوم دور المنظمات الدولية والأمم المتحدة تقوم بدورها لحماية الشعب اليمني من عملية الانتهاكات المستمرة، حتى كذلك عملية النازحين. وجود النازحين حوالي 3 مليون شخص متفرقة ما بين مأرب وما بين عدن وما بين حتى تعز، هذه وجودهم في حالات سيئة، ورغم أن خطة الاستجابة 2019 كانت تتركز بشكل كبير وهي حماية النازح وتوفير الحياة الطيبة للنازح.
كذلك هي كثير من الأشياء يجب أن تكون في جلوس مع اللجنة العليا للغاثة ومع الحكومة اليمنية لعملية ترتيب الأولويات في عملية فعلا يعني تنظيم العمل الإنساني وتغيير مساره، بحيث أنه في رقابة مستمرة ويكون في عملية الوصول لكل جميع المناطق في اليمن. نحن في الحكومة الشرعية نحن مسؤولين على كل مواطن يمني في أرض اليمن أن نوصل إليه، سواء كان عن طريق المنظمات الدولية أو عن طريق شركائنا في الميدان، أو كذلك نحن نحاول قدر المستطاع نأخذ دائما نداء الاستغاثات، ونحاول التحالف العربي الذي دائما يقوم في عملية مساعدتنا في عملية إيصال المساعدات في كثير من المناطق. شكراً. يعني في منطقة حجة في خلال الفترات الماضية كان منطقة أسلم الذي منعت عليها الغذاء وبدأوا الناس يأكلوا بالأشجار، وصلت كثير صحيح. من العمل الإنساني الإغاثي مثل ما كلمتك عن طريق نزول الإغاثة عبر الطيران أو وصول على أقرب منطقة وهي ميدي. كذلك في منطقة الدريهمي تم إنزال جوي. الحقيقة نحن إذا وجدت عندنا المعلومات الكافية عن طريق اللجنة العليا للإغاثة نحن نعمل المستحيل للوصول إلى هؤلاء الأشخاص. شكرا جزيلا لك. نعم شكرا جزيلا لك جمال بلفقي منسق اللجنة العليا للإغاثة ومستشار وزير الإدارة المحلية لشؤون الإغاثة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. وينضم معنا عبر الهاتف أيضا الأستاذ همدان العلي الصحفي المتخصص في الشؤون المجتمعية من القاهرة. مساء الخير سيد همدان. مساء النور، أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين والضيوف. أهلا بك أستاذ همدان، كونك متابع، ما هي أبرز النقاط التي لفتت انتباهك في تقرير أسوشيتد بريس حول إعاقة الحوثيين لعملية المساعدات الإنسانية الدولية؟ نعم، ما قلت في هذه التقارير وقبل أسبوع أيضا في ما نشر في تقرير فريق الخبراء، ما هي إلا معلومات يعرفها اليمنيين منذ 5 سنوات وقد صرخوا كثيرا وتحدثوا عنها، لكن الجديد أن هناك تأكيدات دولية تؤكد مثل هذه الممارسات وتوثقها للتاريخ. إن لم يتم التصرف معها اليوم والتعامل معها من قبل الحكومة الشرعية لإيجاد حلول على الأقل للتاريخ لتظهر مدى بشاعة هذه الجماعة، هذا أولا. الأمر الآخر، لو لاحظتم التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تخجل أن تتحدث باسمها الصريح، يعني معظم ما قيل في التقرير كان ينسب لمسؤول كبير في الأمم المتحدة ولا يتم تسمية هذا المسؤول، وهذه يعني وهذا أنا أعتقد أن في استخفاف بالمعاناة التي يعاني بها الشعب اليمني، استخفاف بالجرم هذا الذي يرتكب منذ 5 سنوات، بالرغم من القانون الدولي يؤكد بأن نهب المساعدات أو بمعنى أدق إعاقة وصول المساعدات أثناء الحرب تعتبر جريمة حرب، مع ذلك يتم التعامل منذ 5 سنوات باستخفاف مع هذا الملف. هناك مبررات كثيرة لمثل هذا التعاطي الخجول مع مثل هذه الكارثة، لكنها أنا باعتقادي لا تبرر ولا يجب أن يبقى الوضع كما هو الحال عليه، لأنه الناس قد جربوهم، الأمم المتحدة قد جربت الحوثيين، هذا إذا حسن الظن بالأمم المتحدة، قد جربت الحوثيين منذ 5 سنوات وحاولت مع الحوثيين منذ 5 سنوات، يعني قبل عام كان موقف منظمة الغذاء العالمي كان أقوى منهم وكان أكثر صراحة، لكن الذي حدث اليوم ما هو إلا يعني اعتقاد كثير من اليمنيين ما هو إلا عبارة عن تخدير، وربما لتبرير بعض أو لتمرير بعض المطالب الأممية في صنعاء، وفي النهاية سيخضعون للابتزاز الحوثي كما حدث خلال السنوات الماضية. الخطوة التي يجب أن تتم اليوم لمواجهة مثل هذه الإشكالية هو الدور الذي المناط به من قبل يعني الذي يجب أن تقوم به الحكومة الشرعية مثلا وزارة التخطيط ووزارة الخارجية وأيضا لجنة الإغاثة، هذه الجهات الثلاث يجب أن يكون لها دور حقيقي في متابعة هذا الملف. وأنا أنصح أو أقترح على الحكومة اليمنية أن تشكل لجنة مشتركة بين وزارة التخطيط ووزارة الخارجية ووزارة الإعلام واللجنة من أجل أن يتعاملوا مع هذا الملف الخطير والمهم
جدا، لانه في اشكاليه في تضارب يعني هناك كل نعم. لكن استاذ همدان عند هذه النقطه اسمح لي استاذ همدان، خمس سنوات نعم خمس سنوات والمنظمات العامله في اليمن تعي تماما ما الذي يصنعه الحوثي وتدفع له عن طيب خاطر المبالغ الذي يضغط بها، يعني ما الذي جد عليها الان حتى تلوح بانقاص الغذاء او نسبه المعونات المقدمه؟ يعني اين كانت منذ اول اشتراط يقدمه الحوثي بدايه الحرب؟ ربما كان لدينا حلقه في تلك الايام وتحدثت معي احدى مسؤولات منظمه الغذاء العالمي تحت الهواء وهي تقول لا استطيع ان اقول بان الحوثي هو من يعرقل لاننا منظمه عامله تحت سيطرته. انا اتذكر هذه الحلقه وكنت احد المشاركين فيها وقلت ان الحوثيين ينهبون المساعدات ودللت لها بحوادث وانكرت على الهواء مباشره، كان هذا قبل يمكن ثلاث سنوات او اكثر. صحيح. المنظمات كانت تدرك ذلك ولديها مبرر انها تريد ان تعمل ولا تريد ان تتخذ اي موقف ضد هذه الممارسات لكي لا تمنع المنظمات الدوليه من توزيع المساعدات، وهذا ملمح الثاني نقدره في المنظمات. لكن عندما تتم عمليات النهب وتتحول او يتحول جزء كبير من المساعدات الى وسيله لاستمرار المعاناه، لاستمرار الحرب، لاستمرار العنف، فهذه اشكاليه. جزء كبير من المساعدات المقدمه من منظمه الغذاء العالمي يذهب لتعال العمليات الحربيه، جزء كبير من المساعدات الغذائيه المساعدات الصحيه المقدمه من منظمه الصحه العالميه وبقيه المنظمات تبع الجانب الصحي من منظمه الصحه تذهب لصالح العمليات الحربيه، والاولويه دائما في العلاج في كل مكان للمقاتلين الحوثيين. هذه نعم. اشكاليه حقيقيه. يعني هل هذه المنظمات استاذ همدان هل هي حريصه على اليمنيين فعلا ام انها حريصه ايضا على المبالغ التي تاخذها؟ يعني في مبلغ كبير من 370 مليون دولار سنويا معنون كمصاريف تشغيلية، اليس هذا مبلغ كبير مقارنه بالاحتياج المتزايد عام بعد اخر؟ يعني سنقول الحديث وهو ليس كلامنا. يعني عندما نتحدث عن الموازنه التشغيليه او المصروفات التشغيليه التي تصرف من قبل المنظمات الدوليه ويستفيد كثير من الموظفين الدوليين في هذه المنظمات ويحرم من يحرم اليمني الفقير والجائع من هذه المساعدات، فنحن لا نتبلى على هذه او على العاملين في هذه المنظمات. فقد يعني نشرت تقارير دوليه على راسها الوكاله الامريكيه قبل اشهر تحدثت مثلا عن يعني ممارسات الى ممارسه فساد في المنظمات الدوليه الى درجه ان هناك عاملين دوليين يوظفون اشخاص لرعايه كلابهم من خلال يعني، وهذه اموال في النهايه تدفع من ظهر اليمني ومن المال الذي قدم من المجتمع الدولي لدعم اليمنيين، وهو مال عام يتحول بالمناسبه عندما تعطي اي دوله منحه مساعده تقدم للمنظمه الدوليه على اساس انها تكون مساعده، يتحول هذا المال الى مال عام، ومن حق اليمنيين ان يحاسبوا هذه المنظمات وان يطالبوها بكشف ما لديها من حسابات واين ذهبت هذه الاموال. وقد تحدثنا حول هذا الكلام من قبل اربع سنوات. واعتقد بان المنظمات الدوليه باتت تتحرك اليوم ويعني تحرك خجول ضد الانتهاكات الحوثيه بسبب الضغط المجتمعي. هناك حملات اقيمت على راسها حمله وين الفلوس، هذه كانت حمله ايجابيه جدا وقد يعني تسببت في يعني كانت مزعجه جدا للمنظمات، وانا باعتقادي بان هذا التحرك الاخير ضد الحوثيين ما هو الا محاوله للتخلص من المسؤوليه امام المجتمع اليمني. نعم. كيف اسمح لي استاذ همدان اشرك، تقول مؤخرا بانها صدمت عندما عرفت بان هناك اموال ضخمه تقدم للهيئه الخاصه بالحوثيين، هذا امر غير منطقي. اين انت منذ سنوات عندما تتحدثي بانك تفاجاتي بمثل هذه الاموال بانها ذهبت لصالح الحوثيين؟ هذا امر غير منطقي وغير مقبول، ويجب ان يحاسب كل من اهدر الاموال اليمنيه سواء كان في الجهات الحكوميه او الجهات الدوليه. هذه اموال الفقراء، استاذ همدان، هذه جريمه حرب من خلال القانون بناء على ما حدده القانون الدولي. نعم، اسمح لي ان اعود للاستاذ عبد الواحد. استاذ عبد الواحد، هل برايك لدى المنظمات الدوليه نقاط قوه تستطيع ان تفرض فيها شروطها على الحوثي للالتزام بمعايير الشفافيه والالتزام
أيضا بتوزيع أو جعل هذه المنظمات أن تقوم بتوزيع المساعدات الإغاثية دون تدخل؟ طبعا طبعا المنظمات تملك كامل السلطة وكامل الإمكانيات لفرض آلياتها و الأدوات التي تضمن وصول المساعدات إلى المستحقين. مثل ماذا؟ لكن زي ما ذكرت لك من سابق، هم موجودين مع الحوثي ومتماهين ومرتاحين من الوضع، ولا المفترض يعني موضوع مثلا الاثنين أو 1% التي بيتم استقطاعها من الموازنة الرئيسية، يعني احنا بنتكلم عن أكثر من 8.5 مليار، يعني الحوثيين معهم بارد مبرد ما بين 150 إلى 170 مليون دولار بس هذه من رأس الموازنة، يعني بدون أي لسه عاد احنا ما دخلناش في المنظمات الشريكة من الباطن اللي بتتقاول الأعمال ومسؤوليهم والموظفين التابعين للحوثيين الذين يملؤون كل منظمات الأمم المتحدة والذي هم بيتخذوا القرارات الخاصة بالأنشطة والمشاريع وكيفية توصيل لها وكيفية التعامل معها. لكن هذه المنظمات لديها كل الأدوات وتقدر أنها تفرض قراراتها وتقدر أنها تنتقل بعملياتها إلى المناطق الشرعية وتعمل من هناك. ذكر الأستاذ بحاج أنه في أكثر من 3 مليون شخص يحتاجوا إلى المساعدة العاجلة في مناطق الشرعية، لا تلتفت لهم هذه المنظمات، هم موجودين باختصار، هم موجودين في مناطق الحوثي لأنه هم بيسرقوا مع بعض بدون تحسين كلمات أو محاولة إيجاد كلام منمق، هم مبسوطين بالفساد اللي حاصل وكلهم بينهبوا المساعدات والأموال القادمة للشعب اليمني. إذن شكرا جزيلا لك عبد الواحد العوبلي الباحث في المجال الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من كوالالمبور. عودة إليك أستاذ همدان. أستاذ همدان، تحدث الأستاذ عبد الواحد بأن لدى هذه المنظمات الدولية نقاط قوة تستطيع من خلالها فرض ما تريده على الحوثي، ولكنها تماهت معه وتشارك في هذا الفساد، ما هو تعليقك؟ أنا باعتقادي أن المنظمات لا تستطيع فرض، هي تستطيع تحديد وتستطيع أن تظهر من هو المتسبب بنهب هذه الأموال أو من هو المتسبب بإعادة وصول هذه المساعدات لمن يحتاجها، لكن أن تفرض على الحوثيين ما تريده، أنا أعتقد أنه هذا الأمر فيه شوية صعوبة، يعني إلا إذا كان هناك سيكون هناك ضغط من الأمم المتحدة والمبعوث الأممي وتدخل من بريطانيا على سبيل المثال، لأن هناك علاقة يعني وثيقة في الفترة الأخيرة، وهذا أمر مستبعد ربما يقلل من عملية النهب أو عملية إعاقة وصول هذه المساعدات، لأنه في النهاية هذه جماعة مسلحة لا تعترف بأحد، هذه حقيقة يجب أن نكون واضحين أمامها، ولن يعني نحن نطلب من هذه المنظمات أن تكون صريحة مع الناس ومع المجتمع الدولي، هذا أقل شيء، هذا هو الواجب الأخلاقي أقل حاجة. أما أنه يستمر الوضع كما هو أن يعني الحوثي يجوع الناس، وليس هذا فقط، يستغل معاناتهم وأوجاعهم وصورهم وصور الهياكل العظمية والجلود اللي على العظام ويروج يعني يتحدث عن الوضع الإنساني ليستغل ذلك سياسيا، وليس هذا فقط، بالعكس عندما تأتي بإضافة لذلك عندما تأتي مساعدات من دول العالم يتم التدرسون عليها وأخذها على الجياع، هذه إشكالية خطيرة وهذه جريمة. يعني ربما أنتم شاهدتم التقرير الخاص بالوكالة الأمريكية تحدث عن مديرية أشلم، هذه المديرية التي صور أطفالها جابة العالم، يعني العالم تحدث عن المجاعة وعن الأسر التي تأكل ورق الأشجار، نكتشف يعني بالأمس بأن الحوثيون بأن الحوثيين منعوا وصول المساعدات لمدة أشهر إلى هذه المديرية، وهذه كارثة لا أعتقد أنها قد حصلت
يعني خلال يعني الوقت الحالي من اي جماعه مسلحه ومن اي جماعه دكتاتوريه. فمطلوب من المنظمات الدوليه على الاقل، هي لا تستطيع ان تفرض فرض، هذا امر انا اعتقد انه ليس منطقا منطقيا وصعب، لكنها على الاقل يجب ان تذكر للناس اليمنيين وغير اليمنيين من هو المتسبب بهذه بوصول اليمنيين لهذا الوضع، ما الذي يحدث على الارض، ما الذي يسرق الاموال، ما الذي يسرق المساعدات. ايضا المنظمات المعنيه بالواقع الحقوقي والانساني مطالبه ايضا بالحديث عن الانتهاكات التي تحدث في اليمن. يعني للاسف للاسف من المعيب ان تتحول المنظمات الدوليه الى جزء من اقتصاد الحرب. اليوم نقولها بكل صراحه، المنظمات الدوليه اسهمت بشكل كبير في اضعاف الدوله، اضعاف الحكومه اليمنيه، والدور الذي كان يجب ان تقوم به الحكومه اليمنيه، طبعا وكان لها دور الحكومه اليمنيه في اغاثه، لكن في النهايه كان المنظمات الدوليه كان لها دور ايضا في اضعاف الدوله من خلال الاستحواذ على الاموال التي كان المفترض ان تقدم مساعدات عن طريق الدوله، توزع للمواطنين حقي الوعاء الذي يصل اليه المساعدات، ومن ثم نعم للاسف اصبحت جزء من اقتصاد الحرب. نعم للاسف استاذ همدان، كل طرف يبحث عن مصلحته، يعني والمتضرر الوحيد هو اليمني الذي يؤخذ حقه بهذا الشكل. للاسف انتهى وقت البرنامج، شكرا جزيلا لك همدان العلي الصحفي المتخصص في الشؤون المجتمعيه، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.